من بلاد السندي إلى الهندي وأكثر كثيرا، يغرق العالم بكورونا موتا ومرضا واختناقا، لكن هذا لم يمنع أن تسمع بغداد مناشدة أبناء الرافدين في الهند. أكثر من 1000 عراقي يتسابقون مع الوقت بعد أن بثت شاشة التغيير رسالتهم العاجلة من الأراضي الهندية إلى رئيس الحكومة والمسؤولين على أن يعودوا خوفا من الوقوع في شرك الموت أو العوز والحاجة، بعد أن باتت الهند أخطر بؤرة لتفشي فيروسها المتحور الجديد. يوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير متأخر في الرد بالاستجابة وإطلاق أمر إجلاء جميع المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي وإعادتهم إلى البلاد، برقية على وجه السرعة تصرح بها وزارة الخارجية، مؤكدة تنسيقها مع الصحة والنقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن إجلاء الجميع خلال 48 ساعة مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية. أما خطر دخول السلالة الهندية فهو الخوف الأكبر في حسبان الجهات الرسمية، إذ ما يزال العراق في خطر كورونا الذي يزهق الأرواح يوميا ويصيب الآلاف، أرقام كبيرة قد تتفاقم في حال استمرار عدم الالتزام الذي قد يتزامن مع دخول الفيروس الهندي. إذا أصيب به أي مواطن عراقي، ما سيغير الواقع الصحي إلى الأكثر خطورة في البلاد بحسب خبراء الصحة العالمية. Yeah.